مراسل شبكة شام محمد نور. محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد، تضاربت الأنباء في الأيام الثلاثة الأخيرة حول اللواء 80. بعضهم من يقول أن اللواء 80 استعادت السيطرة عليه قوات النظام، والبعض الآخر يقول أن الجيش الحر يسيطر على أجزاء كبيرة من اللواء. ماذا تخبرنا عن اللواء 80؟ نعم، يعني ما تزال أعنف الاشتباكات تجري في محيط اللواء 80. لواء 80 تحت سيطرة الجيش الحر، ولكن هناك جزء من الجهة الشرعية تحت سيطرة قوات النظام، وبالتالي الاشتباكات داخل اللواء 80 المتنازع عليه منذ 4 أيام حتى هذه اللحظة. أعنف الاشتباكات تجري داخل هذا اللواء. عدة كتائب من الجيش الحر استخدمت تعزيزات، وعلى رأسها لواء التوحيد ودولة الإسلام وجبهة النصرة والكثير من الألوية. قدموا الكثير من الشهداء في هذه المنطقة، وحتى هذه اللحظة الاشتباكات داخل اللواء 80 دون السيطرة، دون ترجيح كفة الجيش الحر على الجيش النظام، وبالتالي السيطرة نقول أنها مناصفة بين الجيش الحر وقوات النظام في اللواء 80. أيضا هنالك اشتباكات أيضا هي الأعنف تجري في محيط مبنى المواصلات التي تمكنت قوات النظام من السيطرة عليه. هذا المبنى يحوي عدد كبير من شبيحة النظام من الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية. اشتباكات عنيفة اليوم استخدموا تعزيزات بالأسلحة الثقيلة الجيش الحر، وقصف مبنى المواصلات بمدافع فوسيليكا ومدافع 130 وأيضا بالهاونات. وحتى هذه اللحظة الاشتباكات في محيط مبنى المواصلات، أيضا في تلة الشيخ يوسف القريبة من مبنى المواصلات، أي هذه التلة هي التي تحمي مبنى المواصلات في منطقة النقارين، والجيش الحر وعلى العديد من الفصائل في سعي حثيث لتحرير هذه المنطقة. أيضا هنالك اشتباكات عنيفة تجري في منطقة تل عرم، وبعد سيطرة قوات النظام على بلدة تل عرم تحاول التقدم الآن إلى بلدة الحاصل. الاشتباكات أيضا تجري في تلك المنطقة، أيضا على طريق الإمداد الرئيسي من أسرية في حماة إلى بلدة خناص. استطاع اليوم الجيش الحر من نسف سيارة من نوع زير تقل أكثر من 20 شبيح قوات النظام في هذه المنطقة، وما أدى إلى مصرعهم جميعا. أيضا ننتقل إلى مدينة حلب، وبالأخص أحياء حلب القديمة. اليوم استطاع لواء التوحيد من قنص 2 من عناصر قوات النظام، أيضا في عودة الكيالي استخدم الهونات في قصف هذه المنطقة. أيضا في جبهة الأشرفية وبين يزيد تجد من الاشتباكات في هذه المنطقة مع قوات النظام، ولكن ليست الاشتباكات على الشدة التي تجري في مناطق متفرقة في مدينة حلب. أيضا هنالك منطقة البليرمون، الجيش حدك اليوم بعدد كبير من قذائف الهاون في هذه المنطقة. محمد، أخبرنا عن مدينة أسفيرة، مدينة أسفيرة في ريف حلب، من يسيطر عليه الآن؟ طبعا مدينة عسفيرة هي بالقرب من معامل الدفاع، والتي يشرف عليها أيضا جبل الحصن وجبل الواحة. هذه المدينة تحت سيطرة قوات النظام منذ أكثر من أسبوعين، والجيش الحر حقيقة عاجز عن صد قوات النظام في تلك المنطقة. نطالب الجيش الحر وجميع الفصائل بتوحد لتصدي أمثال قوات النظام في هذه المنطقة، وخصوصا مدينة عسفيرة يعني بعد سقوطها. محمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع محمد نور. على العموم أشكرك كثيرا محمد. محمد، نعم، تفضل، أكمل، تفضل. نعم، يعني نتحدث عن مدينة سفير وأهميتها الاستراتيجية. تقع مدينة سفير على الطريق الرئيسي للإمداد لقوات النظام من معامل الدفاع وإلى مدينة حلب. بعد سقوط هذه المدينة، الآن قوات النظام أصبحت كفتها مرجحة على الجيش الحر بعد السيطرة على مدينة سفير، ومنها التقدم إلى تل عرن. والدفع المعنوية لقوات النظام أدى إلى خروج رتل من مطار حلب الدولي والنير العسكري إلى منطقة النقارين وإلى محيط اللواء 80، بغية يعني وصول رتل آخر لمؤازرتهم من معامل الدفاع. محمد، دعنا نتحدث قليلا عن أحياء حلب الجديدة، أحياء حلب الجديدة التي ما زالت تحت سيطرة النظام. كيف هو الوضع الإنساني في هذه الأحياء؟ كيف يعيش السكان؟ كيف هو وضع المياه، الغذاء والتعليم في هذه المناطق من حلب؟ طبعا هذه الأحياء تعيش في حصار يفرضه لا نقول الجيش الحر، لكن نقول قوات النظام. يعني ما نشهده في معبر قسطنطين القصر من قنص لقوات النظام للمدنيين الذين يحاولون شراء بعض الخضروات وغيرها من اللحوم من الأحياء المحررة، تقوم باستهدافهم عبر قناصاتها. ولكن على ما يبدو أحياء مدينة حلب تعيش الآن أوضاع صعبة للغاية،
حقيقة غلاء فاحش في الأسعار أيضا في المحروقات، أيضا انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن مدينة حلب بعد توقف المحطة الحرارية عن العمل، ولكن من جميع الأحياء التي تخضع على لسيطرة الجيش الحرب تبدو أحسن أفضل مما تبدو عليه في سيطرة قوات النظام. محمد نور، في سؤالي الأخير لك، تضاربت الأنباء حول السيطرة العسكرية على القاعدة العسكرية المكلفة بحماية مطار حلب الدولي، ماذا تخبرنا عن هذا الموضوع؟ من الذي يسيطر على القاعدة العسكرية المكلفة بحماية مطار حلب الدولي؟ طبعا هذه القاعدة العسكرية ذكرت هناك هي اللواء 80 مدة اشتباكات في داخل هذا اللواء، طبعا هذا اللواء كان يخضع لسيطرة الجيش الحر، ولكن قوات النظام بعد استخدام يد عزيزات من مطار النيرب العسكري وحلب الدولي الاشتباكات منذ 4 أيام وحتى هذه اللحظة في قلب اللواء 80 ولا ترجيح لكفة الجيش الحر على قوات النظام، والعكس صحيح ولا تزال الاشتباكات حتى هذه اللحظة في هذا اللواء. محمد نور مراسل شبكة شام، أشكرك كثيرا، كنت معنا من حلب.